بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحييكم من منتديات البشرى الإسلامية، الموقع الرسمي موقع الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني إمام الأمة الموعود من آل البيت المطهر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وإني أحد أنصار الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني. أرفع لكم هذه البيانات لمراعاة الوقت المحدد في اليوتيوب، وحتى يتسنى لنا رفع البيان بأكمله ويتسنى لكم قراءته، رجاء اعمل على استخدام زر الإيقاف والتشغيل للفيديو في أثناء مشاهدة الفيديو عند كل صفحة، حيث ستجد مؤشر على الكلمة الأولى والأخيرة في كل صفحة، فاستخدم زر الإيقاف حتى تثبت الشاشة، وعند الانتهاء اضغط زر التشغيل لمواصلة القراءة، وهكذا دواليك حتى تنتهي من قراءة البيان بأكمله باستخدام زر الإيقاف والتشغيل. هذا البيان يقرأه أحد أنصار الإمام المهدي إلى الله، وهناك نقاط ومحاور نوجه عنايتكم بزيارة الإمام للمزيد من الحوار، والسلام عليكم. في هذا البيان سوف نطلع على أمور، منها قرار إغلاق منتدى الشيخ الدكتور محمد العريفي الداعية الإسلامي المعروف، حيث تم إغلاق المنتدى إلا الموقع الرئيسي للدكتور محمد العريفي، وسوف نتبين ما قاله الإمام في ذلك. أيضا في هذا البيان الإمام المهدي الكريم المنتظر ناصر محمد اليماني يشهد الله أنه على استعداد تام بإذن الله لمواجهة علماء الأمة جميعا بسلطان العلم الملجم في تفصيل الصلوات والركعات. أيضا أن الإمام يرد على من يقولون لا تحاوروا الإمام المهدي المنتظر لأنك إن حاورته سوف تشره، فما كان رد الإمام المهدي المنتظر عن ذلك؟ في هذا البيان الإمام المهدي المنتظر يبين منهاج التفكر والتعقل الذي خطه القرآن العظيم حتى يتبين الناس الداعية إلى الضلال والداعية إلى صراط مستقيم. فما هو منهج القرآن الذي يحث على اتباعه؟ في هذا البيان يوجه الإمام المهدي سؤال، والسؤال الذي يطرح نفسه لكافة المسلمين: فإذا كان علماءكم قد ضلوا عن سواء السبيل، فهل ترون أنهم منقذيكم من العذاب الأليم؟ أيضا يرد الإمام المهدي المنتظر عمن يتكلم الشيطان على لسان أحد أوليائه حين يقول: بل أنت المسيح الدجال يا ناصر محمد اليماني المقصود. فما هو رد الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني؟ ونقول: رد الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني على الطائفة الشيعية الذين يعتقدون بالمهدي المنتظر أنه محمد بن الحسن العسكري، ويقولون: وحي له الفداء يعيش في عالمنا فيحيط بكل شيء علما، فهو يرعانا من كثير من المصائب. فما هو رد المهدي المنتظر بالحق الإمام ناصر على ذلك؟ أيضا في هذا البيان يرد الإمام المهدي المنتظر عن البقر الذين لا يتفكرون، ويقول: وأنتم ألا والله ما أنتم منهم ببعيد، يقصد معشر السنة أيضا، فجميعكم بقر لا تتفكرون شيئا، فقد صدقت يا معشر المسيح يا معشر السنة أن المسيح الدجال يا يقول يا سماء امطري. فماذا يقصد الإمام بذلك؟ في هذا البيان يوجه الإمام المهدي نداء ويقول: ويا قوم إنما يعظكم بواحدة، وهو أن تلبوا دعوة ناصر محمد اليماني إلى طاولة الحوار، سواء كان هو حقا المهدي المنتظر أو شيطان أشر، ثم نحتكم إلى كتاب الله، لا أقول متشابهه
فإن حاجزتكم من المتشابه فلا حجة لي عليكم، فلم يجعل الله حجته عليكم إلا في محكم القرآن في آياته البينات لعالمكم وجاهلكم حتى لا تكون لكم الحجة على الله. في هذا البيان أيضا يبين الإمام لماذا الحوار عبر الإنترنت. في هذا البيان يفصل الإمام المهدي المنتظر من السنة المطهرة دعوة الحق إلى الاحتكام إلى كتاب الله القرآن العظيم. في هذا البيان نصيحة إلى الأنصار، ويبين من هم أولئك الذين ليسوا من أولي العزم. وإليكم البيان بالحق. يقوله عليكم أحد أنصاره إلى الله: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين للحق إلى يوم الدين.